قريت كده وشفت شويه حوارات عملتها، حوارات قليله جدا ومعظمها بتبقى مع يعني شبكات اجنبيه يعني، وسمعت عن هوايات غريبه، مش مهم انه انك تعيش في الصحراء ايام يعني، انما سمعت عن هوايه اغرب انك بتطبخ. ايوه انا بحب اطبخ فعلا. ده ليه؟ من قله ما عندكش طباخ؟ لا، في دي نقره ودي نقره يعني. انا بالنسبه لي ان انا مثلا اجي بالليل كده اروح عازم 7 8 تنفار واقعد اطبخ لهم، وبعدين يقولوا لي انت هايل وكده، دي متعه يعني. تطبخ لهم ايه حضرتك؟ اي حاجه حسب الظروف، سمك، لحمه، كشري، ده كده لا يعني. انت طباخ كويس ولا لا ولا لا، كويس بتعك؟ كويس بجد. انا بقالي دلوقتي 30 سنه بطبخ يعني، فمش معقوله لحد دلوقتي. كان زمان حد يعني فطمني كده ان بلاش الهوايه دي وحياتك، او اطبخ لنفسك بس يعني. يعني انت عندك هوايات كتيره جدا، وزي ما قلت انت في ايام في السنه بتقول انا لازم. ما ديكي قلتي بقى انت يعني، وانا افقر واحد ليه؟ لان انا اقل واحد فيهم بيشتغل يعني. صحيح، منطق برضه. هو قال عمود سمعتي من زمان ان انا يعني موضوع الشغل ده يعني بالانسد، مش يعني مركز في الشغل. لا مش مركز، بس يعني انا بشوف ان الدنيا فيها حاجات كتيره جدا غير الشغل يعني، ولازم الواحد يبقى متوازن في كل حاجه.